بقى لخبر تاني، يعني نسبة كبيرة من مشاهدينا بيكونوا مستنينه، وهو بقى الخبر الأخبار بتاعتنا اللي عن الكورة. نادي الأهلي قدر الحقيقة امبارح إنه يكسب بيراميدز ب3 أهداف لهدفين بعد مباراة حماسية شهدت صراع كبير بين الفرقتين، لكن رغبة وقتالية لاعبي الأهلي حسمت اللقاء في النهاية، وبكده الأهلي حسم الماتش الأول بين الفرقتين وقرب خطوة نحو حسم لقب الدوري. الفرقتين بيضموا أفضل اللاعبين في مصر في الوقت الحالي، والصراع بينهم على اللقب هيستمر لحد آخر ماتش في الدوري. عشان نعرف بقى تفاصيل أكتر بينضم على الهاتف الناقد الرياضي علي سمير. صباح الورد على حضرتك أستاذ علي. صباح الورد. صباح الورد على حضرتك. اتفضل. أهلا بحضرتك. خليني أسألك في البداية وقبل كل شيء، شفت إزاي ماتش الأهلي وبيراميدز؟ كانت مباراة جميلة طبعا، كانت مباراة ممتعة، كانت مباراة تليق بالدوري المصري، دوري نايل، كانت تليق بقمة الكرة المصرية. نادي بيراميدز الأول صحيح. طبعا والنادي الاهلي طبعا، اللعيبه زي ما قلت حضرتك قلت ان هو بيضم افضل لعيبه في مصر. كانت مباراه حماسيه، كانت مباراه كلها اثاره، كانت نديه. قدر الفريق الافضل هو ان يحسم ال3 نقاط. طيب يعني هل فوز الاهلي بيقربه، يعني نقدر نقول هو بيقربه خطوه نحو اللقب، ولا الكلام ده لسه بدري عليه؟ لا، الكلام ده لسه بدري عليه. ولو رجعنا لترتيب الدوري حاليا، تكلم بيراميدز المتصدر برصيد 68 نقطة من 28 مباراة. بتبص للنادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 24 مباراة. لو بصيت البيراميدز كان عامل ريكورد كويس جدا، وهو لسه قدامه أربع مباريات بالمناسبة. الأهلي عنده فرق 4 مباريات، لكن بصيت البيراميدز بيقدم مستوى متميز جدا. كان قبل مباراة الأهلي دي كسب 14 مباراة متتالية. لو كان كسب الأهلي كان يبقى المباراة 15، ودي رقم قياسي لفريق بيراميدز. عنده مدرب كويس جدا، عنده مجموعه من اللعيبه ممتازه جدا، عاملين شغل كويس جدا. الاهلي صاحب النفس الطويل، ممكن هو اللي يكون قريب شويه للدوري، لكن بيراميدز منافس صعب جدا. هينافس بشكل كبير جدا مع الاهلي. عنده مباراه ثانيه يوم 22 يوليو، مباراه هتكون صعبه على الفريقين، لكن الاقرب هو الفريق صاحب النفس الطويل. بس استاذ علي، بيراميدز لسه عنده مباريات برضه، لسه هيلاعب الاهلي تاني وهيلاعب برضه الزمالك. طب ما انا قلت لحضرتك، ما الاهلي عنده نفس القصه. وبعدين انت عندك الفرق اللي مع الانديه اللي بتبقى بتصارع على الهبوط هي اللي بتبقى اصعب من الفرق مع الزمالك. بيراميدز بيعرف يكسب الفرق الكبيره، كسب قبل كده الاهلي 3-0 في الموسم الماضي. الزمالك خلاص المنافسه بتاعته على الدوري بقت صعبه جدا، فممكن تكون المباراه سهله نسبيا. لو بصيت الفرق مع الهبوط، الفرق اللي بتصارع على الهبوط زي فاركو، زي الداخليه، زي بلديه المحله، المباراه بتبقى صعبه جدا على الفرق اللي بتنافس. ممكن اللعيبه تديها حجم او ما تهتمش بالمباراه بشكل كبير جدا مع الفرق الصغيره، على عكس الفرق الكبيره زي اهلي او زي بيراميدز والاهلي لما يلعبوا فرق صغيره تبقى المباراه صعبه شويه. طيب شايف كده ان الاهلي محتاج يعتمد على قفشه اكتر في المباريات الجايه، خاصه مع تراجع مستوى امام عاشور؟ عايز اقول لك ان قفشه الكوره بتاعت الهدف الثالث في الدقيقه 85 امبارح اتمرن عليها في اخر تمرينه حوالي اكتر من 10 مرات، وكان بنسبه 99% كان بيسجلها. يمكن الهدف بتاعه يمكن شبيه بنسبه كبيره جدا في هدفه او الهدف في نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 مع الزمالك، واللي كسب الاهلي اللقب على الرغم من سيطره الزمالك في المباراه. ولكن قفشه محتاج ان هو مش يلعب يشارك عشان امام مستواه تراجع، لكن قفشه يستحق ان هو يشارك بشكل اساسي لانه لعيب كويس جدا. لعيب بيلتزم بالامور الفنيه، لعيب عنده امكانيات وعنده مهارات فرديه بشكل كبير جدا. امام عاشور يمكن مستواه تراجع شويه، لكن ده مش مبرر ان يخلي قفشه يشارك، ان قفشه مستواه اللي هو يؤهله ان هو يشارك بشكل اساسي ويحصل على فرصه بشكل كبير. لكن يمكن كولر شايف ان قفشه بيأدي دور او دورين في الملعب، لكن شايف ان امام بيعمله اكتر من دور، سواء الدور الدفاعي، سواء الدور الهجومي، سواء التغطيه، سواء على اليمين او الشمال. انما قفشه يمكن مركزه متمحور في دورين في الملعب او 3، لكن امام عنده ادوار مركبه في الملعب يقدر يأديها. فده اللي بيخلي كولر بشكل كبير جدا يعتمد على امام عاشور. طيب استاذ علي، امبارح حسينا ان محمد الشناوي مش مركز والهدف الثاني كان يعني منه. هل الافضل ان الاهلي يعتمد اكتر على مصطفى شوبير في الفتره اللي جايه؟
لا اعتقد ان الفتره اللي جايه محتاج الاهلي، يمكن لو بصينا لمدرب بيراميدز كان بيتكلم ان اللي خسره امبارح او سبب الخساره الاول عنده كان الخبرات بتاعت النادي الاهلي، سواء خبرات حسين الشحات، سواء خبرات خط الدفاع كله محمد عبد المنعم ورام ربيعه، سواء خبرات محمد الشناوي، استمرار محمد الشناوي بيدي ثقل كبير جدا للنادي الاهلي. محمد الشناوي عنده خبرات كبيره جدا، مصطفى شوبير لما شارك وحصل على الفرصه قدم مستوى ممتاز جدا، ولكن الفتره اللي جايه كولر او النادي الاهلي محتاج الخبرات بشكل اكبر عشان يقدر يحسم المباريات سواء الصغيره قبل الكبيره، لعيبه تقدر يعني لما الاهلي بيلعب كل ثلاث ايام ماتش فده بيدي صعوبه كبيره جدا على اللعيبه، فمحتاج لعيبه تكون عندها خبرات اكثر تقدر تحسم المباراه ما تبذلش مجهود كبير. محمد الشناوي ومصطفى شوبير حراس يمكن من افضل الحراس في مصر، ولكن شايف ان محمد الشناوي واستمراره في الاهلي بيدي استقرار، بيدي دعم للاعيبه النادي الاهلي، مع طبعا مع كل احترام لمصطفى شوبير اللي قدم مستوى طيب جدا خلال فتره اصابه محمد الشناوي في يناير الماضي مع منتخب مصر في بطوله كاس الامم الافريقيه. طيب استاذ علي، شفت ازاي الحكم الاسباني امبارح؟ يعني كل الناس اتفقت على ان هو كان أسوأ حاجه في الماتش. الحكم لو انت شفت الحكم الاسباني امبارح وحطيت حكم مصري يمكن الدنيا ما كانتش قعدت من امبارح بعد تحديدا ركله الجزاء لحسين الشحات وبعض القرارات اللي ما كانتش صحيحه بشكل كبير جدا، ولكن اللي بيعفي او اللي بيشيل الضغط عن الفرقتين هو الحكم الاجنبي، ولكن لو شفنا لو كان حكم مباراه امبارح حكم مصري كان الدنيا كانت هتقوم مش هتقعد زي ما بيقولوا كده بالبلدي بسبب الاخطاء التحكيميه، ولكن دايما عندنا عقده الخواجه، فحكم الاجنبي مهما يغلط بنعديله بشكل كبير جدا، ولكن كان في لغط شويه على ركله الجزاء بتاع حسين الشحات، ناس كتير جدا بتتكلم ان ما فيهاش اي تعمد ما فيهاش اي ركله جزاء، ولكن لو خدت بالك من الحكم ان اول ما وقع حسين الشحات صفر مباشره على احتساب ركله جزاء ما رجعش، ودي ما كانتش ضربه جزاء ولا ايه؟ حسب تقديرات الكتير اتكلموا ان هي مش يعني ركله جزاء، كله قال ان هي ما كانتش ضربه جزاء الحقيقه، هي والاهلي كمان كان ليه ضربتين جزاء امبارح. وعلى جالك لسه جاي لحضرتك يا هبه في الكلام، ان ركله الجزاء اللي تم احتسابها ما كانتش واضحه بشكل كبير جدا، لكن في اكتر من ركله كانت تستحق ركله جزاء، ولكن زي ما قلت لحضرتك يا هبه ان الناس دايما بتركز مع الحكم المصري، لو غلط في عدم احتساب او غلط في قرار اثر بشكل كبير جدا على نتيجه المباراه، ولكن دايما بنغمض عينينا على الحكم الاجنبي وشايفينه ان هو او الكل بيشوف ان هو ملوش ميول سواء للمنافس سواء الاهلي او بيراميدز، فبيغضوا الطرف وبيحسبوها ان هي اخطاء غير متعمده. على العكس دايما منظومه التحكيم مظلومه في مصر بشكل كبير جدا. يعني احنا الحقيقه بشكر حضرتك جدا الناقد الرياضي علي سمير، وكمان يعني انا شايفه ان من ضمن الاسباب اللي خلت الاهلي امبارح يتفوق بالشكل ده هو الجمهور العريض الكبير اللي كان مالي الاستاد وبيشجع الاهلي من اول دقيقه في الماتش لغايه نهايه الماتش، فطبعا كل التحيه والتقدير للجمهور العظيم نادي الاهلي.